ومن موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية الصادرة لهذا الصباح. سوف نبدأ هذه الجولة مع موقع أساس ميديا، فكتبت الصحفية ملاك عائل: نواب الحاكم بعد رياض لا استقالة. فوفق معلومات أساس ميديا، فقد اتفق نواب الحاكم الأربعة في اجتماعهم الأخير مع الرئيس نجيب ميقاتي مساء الخميس على إحالة الحكومة في جلستها التي ستعقد غدا الاثنين مشروع قانون يجيز الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار ويتيح الصرف من الاحتياطي الإلزامي بالعمولات الصعبة بسقف محدد. وتم التحسب لرفض قوى سياسية إحالة المشروع من قبل حكومة تصريف الأعمال بأن يقدم 10 نواب اقتراح قانون بهذا الشأن، وهو ما يقتضي في الحالتين انعقاد مجلس النواب. جلسة الاثنين الوزارية مخصصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة، لكن اختيار اليوم الأخير من ولاية رياض سلامة للبحث في مسألة الموازنة كان مقصودا، وذلك في محاولة لمواكبة التطورات المتسارعة والمرتبطة بملف مصرف لبنان وترتيب الإجراءات الكفيلة بمنع نواب الحاكم من تقديم استقالاتهم. هذا وعززت التسريبات حول دعوة منصور إلى مؤتمر صحفي الشكوك في تعرضه لضغوط للتقدم باستقالته، لا سيما أن أوساطا مطلعة أكدت لأساس أن منصور غير مقتنع بالاستقالة تماما، وقد اشتكى أمام مرجع رسمي من ضغط يمارسه عليه النائب علي حسن خليل كي يقدم استقالته، وهو ما دفع بالمرجع الرسمي إلى مفاتحة خليل بالموضوع وقول الأخير مش هو اللي بيقرر أي منصوري. مصدر مطلع لأساس ميديا قال: في حال قدم منصور استقالته سيكلف مجلس الوزراء وزير المال الطلب من منصور التريث بالاستقالة وإبلاغه رفض مجلس الوزراء لها ومتابعة العمل إلى حين بتها. مع ذلك تفيد المعلومات بأن منصور الذي سيعقد مؤتمره الصحفي بحضور نواب الحاكم الثلاثة لن يعلن استقالته صباح الاثنين، والنواب أيضا لن يتقدموا باستقالتهم. وفي المعطيات أيضا بأن منصوري سيقوم نهار الغد وخلال مؤتمره الصحفي بحضور النواب الثلاثة بعرض كل المراحل التي سبقت المرأة في لبنان وتلت البيان الشهير الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، إضافة إلى الخطة الإصلاحية، نتائج المفاوضات مع رئيس الحكومة، الشروط التي يفرضها نواب الحاكم لتسلم النائب الأول صلاحيات الحاكمية بعد 31 تموز، كما وتأكيد استحالة الصرف من الاحتياطي الإلزامي بالعمولات الصعبة من دون قانون لدفع الرواتب والمستلزمات الأساسية، إضافة إلى آلية رد الحكومة للأموال التي تستدينها من مصرف لبنان، فيما هذه الأثناء الاتصالات شغالة لعقد جلسة تشريعية قد تعطل مجددا بسبب الفيتو المسيحي. بالتأكيد لن يكون قرار منصور غدا بالأمر السهل، فالمرجعية السياسية التي زكت تعيينه تدفشه نحو الاستقالة، وتم تحريك الفارق الطائفي من خلال الموقف الذي أعلنه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب قائلا: يريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وز الانهيار، لذلك أنا أرفض أن يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية عن استمرار الانهيار. سوف ننتقل الآن إلى منشات صحيفة النهار: حوار المقايضة توقيت يعيد خلط الأوراق. فبعد خطبين للرئيس البريطاني الحر النائب جبران باسيل في المتن وشوف، وعرض فيهما عنوان مقايضة رئاسية، إضافة إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بدأ واضحا أن الفريقين الحليفين عادا إلى طرح عنوان الحوارات الثنائية شعارا للمرحلة الفاصلة عن أيلول. معالم دفاع شركي تفاهم مارم خايل اكتسبت دلالات يصعب القفز فوقها وأيضا تجاهلها، وذلك في لنقطتين أساسيتين مهمتين. الأولى أن باسيل بدأ وكأنه تعمد التوقيت للكشف عن مضمون طرح المقايضة والتي يحاور فيها الحزب، والتي تتناول إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني وأمور أخرى مقابل 6 سنوات من عهد الرئيس المقبل، من دون أن يكشف ما إذا كان يوافق على انتخاب فرنجي أم لا في ظل هذه المقايضة. النقطة الثانية وهي إبراز شعار الحوارات الثنائية بمعزل عن مواقف القوى
الأخرى جميعا، إذ بدا الفريقان كأنهما يحاولان تعمد تعميم الانطباع بأن حوارهما بات عنوان المرحلة المقبلة أولا. هذا الأمر يبدو واضحا أنه سيؤدي إلى خلط أوراق، خصوصا لجهة انعكاسه على ما سمي بالتقاطع بين قوى المعارضة والتيار العوني على ترشيح اسم جهاد أزعور في مواجهة اسم سليمان فرنجية. فما أعلنه باسيل وإن لم يتنصل بعد من ترشيح أزعور من شأنه أن يقطع مجددا كل صلة بينه وبين المعارضة ما دام اندفع مجددا في خيار تقديم تحالفه مع حزب الله والسعي إلى تجديد التفاهم معه بمقايضة يسعى من خلالها إلى الانقضاض على القوى المعارضة المسيحية واستعادة أيام عهد ميشيل عون في السلطة بشراكته مع حزب الله. لذا ستكون الأسابيع المقبلة محفوفة بكثير من السخونة لهذه الجهة مع عودة الواقع المأزوم إلى المربع الأول أقله في انتظار شهر أيلول. وفي نفس الإطار تناولت صحيفة الشرق الأوسط هذا الموضوع، ضبابية تحيط بآلية تنفيذ مبادرة لدريون الجديدة في لبنان. فلا تزال القوى السياسية اللبنانية تدقق في قدرة المبادرة الجديدة التي حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريون إلى لبنان على إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية اللبنانية. وفيما سارع رئيس الوطني حران أبو جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لإعلان تجاوبهما مع هذه المبادرة، قالت مصادر قوات لصحيفة الشرق الأوسط إن النقاشات قائمة بين قوى المعارضة لاتخاذ موقف موحد من هذه المبادرة، ونحن نعتبر أن لدينا متسعة من الوقت حتى أيلول لنبلغ موقفنا الرسمي، خاصة أن مستجدات كثيرة قد تطرأ حتى حينه. عضو تكتل لبنان القوي وفي صحيفة الشرق الأوسط النائب جيمي جابور قال: لسنا متفائلين بقدر ما نحن مسهلون ومنفتحون للبحث بكل ما هو إيجابي لحل حالة الملف الرئاسي. أما أحد نواب التغيير الذي فضل عدم ذكر اسمه فقال للشرق الأوسط: البعض يوحي وكأن حراك لودريون جديد عابر ولا يبنى عليه، ولكن فعليا شعرنا خلال لقائنا به أن هناك قرارا دوليا كبيرا بالوصول إلى انتخاب رئيس للبلد في أيلول المقبل. وفي إطار تأكيد الضبابية المحيطة بمبادرة لودريون الجديدة، أشار النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فعور إلى أنه حتى اللحظة هناك كثير من المداولات حول شكل الحوار ومن غير المحسوم شكله وجدوله، قائلا في حديث تلفزيوني: هناك فرصة ولكن هل تنجح؟ لا نعرف. كذلك قال نائب وضاح الصادق إنه ستكون لديهم عدة أسئلة، من هذه الأسئلة أنه في حال فشلت طاولة العمل ما الذي يضمن أن يذهب بري إلى جلسات انتخابية متتالية؟ أم أننا سنضيع وقت المواطنين؟ هل سنتحدث عن الأسماء؟ أم لا؟ ما ضمانة تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه؟ فنحن نريد، وبحسب النائب وضاح الصادق مجددا، نريد الذهاب إلى طاولة عمل بوضوح. بالعودة إلى الاستحقاق نهار الغد مع مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنصبه في حاكمية مصرف لبنان وانتهاء هذه الولاية التي دامت 30 عاما وانتقال هذه الحاكمية ربما إلى النائب الأول وسيم منصوري أو النائب الثاني والمؤتمر الصحفي المرتقب، ينضم إلينا عبر زوم الصحفي عماد شدياء. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. الحمد لله. يعني بالبداية بكرة نحن هيك قدام، خليني أقول مش استحقاق كتير كبير، ولكن هي محطة قد تنقل يعني حقبة كبيرة جدا استمرت 30 سنة لحاكم مصرف لبنان بسياسة مالية انتهت طبعا بكل هذه الأزمات التي تحيط بنا اليوم. اليوم السؤال أول شيء، بكرة شو رح يصير بحسب معلوماتك بهذا المؤتمر الصحفي؟ هل هناك توجه للنائب الأول عن جد لتقديم الاستقالة مع كل الضغوطات التي يمارسها فريق السياسي عليه لا الخروج من الحاكمية وعدم تولي هذه المهمة؟ وأيضا من الأسئلة المطروحة، ما هي السياسة المالية المعتمدة؟ هل صحيح أنه في فيلم حكومة لمحاولة الاستدانة أو الاستعمال الاحتياطي ولكن بالليرة اللبنانية وليس بالدولار؟ لوين وصلين بهذه المرحلة باختصار؟ نعم، بداية بونجور لك ولكل المشاهدين. واضح الإرباك على السلطة، يعني صرنا أسبوعين عم نشوف في كثير من الإرباك عند كل الفرقاء، إن كان بالحكومة أو برئاسة مجلس النواب والنواب، إن كان عند نواب الحاكم. يعني رحيل رياض سلامة هو محطة كثير مهمة بتاريخ لبنان،
وتشبه بالأهمية الفراغ برئاسة الجمهورية إن ما كان أهم من الفراغ برئاسة الجمهورية نظرا للظروف الاقتصادية اللي عم نمرق فيها. في شيء كتير مهم هون عم بيصير، إنه بتحسي إنه السلطة عم بتشوف شو بدها تعمل لنواب حاكم مصرف لبنان، مش بدها شو بدها تعمل لنفسها، وكأنه هي متملصة أو مخصة ما عندها مسؤولية حول هالموضوع، وهي مشكلة نواب الحاكم بدنا نشوف شو بدنا نعمل لهم، بينما الحقيقة هي بخلاف ذلك. بالنسبة لاجتماع بكرة، واضح أنه في ضغوط من حركة أمل، من رئيس نبيه بري على وسيم منصوري لدفعه إلى الاستقالة. من بعد ما كنا عم نحكي باستقالة والابتعاد عن مصرف لبنان، على ما يبدو الحديث صار استقالة واستلام صلاحيات حاكم مصرف لبنان. يعني عمليا هي الاستقالة فقط هي اللي معلقة عندها الأمور. حركة أمل أو رئيس نبيه بري بدوا الاستقالة من وسيم منصوري للحفاظ على ماء الوجه، لإثبات أنه نحن عملنا الدفوار المطلوب منا، بس ولكن السلطة ما عم تتجاوب. أي شيء بيصير مستقبلا بمصرف لبنان وبالوضع النقدي بلبنان، ما بتكون حركة أمل مسؤولة عن الموضوع، ما بتكون الطائفة الشيعية مسؤولة عن هذا الموضوع. بينما بالمقلب الآخر بتحسي أنه حزب الله منه مع هذا التوجه، مع أنه الدكتور وسيم منصور يستلم المنصب، وكأنه حزب الله محتاج لهذه الورقة الإضافية للمساومة عليها بالملف الرئاسي. حاليا اللي عم بيصير أنه الدكتور وسيم منصوري ممكن عم بيقول لنفسه أنه أنا إذا بدي استقيل حتى أرجع استلم المنصب، شو إلى لزوم الاستقالة؟ أنا وزملائي خلينا نستلم المنصب مثل ما هو. بينما بالسلوك تبع رئيس نبيه بري، يعني شفنا كيف عقد أو ضغط لعقد جلسة لمجلس الوزراء وما حصل النصاب وتعطلت الجلسة، بس بيكون هو عمل المطلوب منه وأظهر أنه أنا بكل الخطوات المطلوبة مني عم بعمل المطلوب. أما بالنسبة إلى ما بعد المؤتمر الصحفي نهار الاثنين، يعني إن استقال وسيم منصوري أو لم يستقل، بتقدير النتيجة وحدة، نحن أمام معضلة كبيرة. هذه المعضلة بتقول كيف بده يصرف مصرف لبنان على الحكومة. يعني نحن بنعرف إنه الموازنة لا تكفي مصاريف الدولة اللبنانية، ودائما في عجز. كانوا عم يطالبوا نواب الحاكم إنه الموازنة تكون العجز فيها صفر، بس واضح إنه هالشيء صعب بالمنال جدا. الخيار انه يا يتدخل نواب الحاكم بالسوق على طريقه رياض سلامه، يعني يبيعوا ويشتروا دولار لحتى يامنوا هذه الدولارات ويصرفوها على الدوله، يدفعوا رواتب القطاع العام والى ما هنالك. على ما يبدو نواب الحاكم ما عندهم القدره انه يمشوا بهذه الطريقه. هن بيقولوا انه منصه صرفه ما انا شفافه. اوكي، نحن موافقين انه ما انا شفافه، بس انتم بايدكم هذه الصلاحيات، ليش ما بتعملوها شفافة وبتكملوا فيها؟ لأنه إذا بدنا نلجأ للصرف من التوظيفات الإلزامية، كارثة. يعني عملياً عم نرجع نشرع استخدام أموال مصرف لبنان للصرف على القطاع العام اللي نحن متفقين أنه بحاجة لترشيق وإعادة نظر بالمؤسسات، ونشوف إذا في موظفين لازم يبقوا أو ما يبقوا. يعني عملياً وكأنه السلطة عم بتقول أو عم تضغط على نواب الحاكم، مثل ما كانت عم تضغط على الحاكم قبله، إنه نحن بدنا نصرف موجودات مصرف لبنان من الأموال والعملات الصعبة على أزلامنا بالقطاع العام، وهيدي كارثة. هلأ التشريع بيقطع بمجلس النواب، أنا أشك إنه يقطع هذا التشريع. على ما يبدو نحن رايحين على مشكلة كبيرة. نحن أمام خيار إما طباعة العملة اللبنانية للصرف على الحكومة بالليرات، أو من خلال التدخل بالسوق لجمع الدولارات على طريقة رياض سلامة والمزيد من شراء الوقت وتقطيع المرحلة لحين انتخاب رئيس، لحين السير بالإصلاحات كما يجب. شو بيصير بالمرحلة المقبلة بعد مش واضح، بس بأكد لك إذا لجأوا للاستدانة من خلال الليرة اللبنانية، يعني عمليا نحن رايحين لارتفاع مخيف بسعر صرف الدولار، لأنه بده يصير في فائض من الليرات بالسوق، وهذا الفائض الموجود بالليرات بالسوق رح يضغط لإحداث تضخم هايبر انفليشن، وممكن نشوف الدولار عم يطلع بسرعة. مع العلم أنه الظروف اليوم
والوضع النقدي والسياحي وكل الظروف المحيطه ما بتسمح للدولار انه يطلع اكثر من هيك، من بعد دولره الاسعار، من بعد وجود فائض كبير من الدولارات بالسوق لازم ما يطلع الدولار، يعني الامور بسيطه كثير والحلول موجوده بس السلطه ما بدها تعمل شيء للاسف الشديد. ولكن بس هيك سؤال يعني اخير، هيدي سياسه تقطيع الوقت ستؤدي حتما طبعا غير انه الى ارتفاع سعر صرف الدولار، ستؤدي الى افلاس وافراغ كل ما تبقى في مصرف لبنان من اموال في المرحله المقبله، على اعتبار انه هذا الشغور الرئاسي قد يطول ولا نعلم متى تنتهي هذه الازمه. اليوم يعني هل كل المعطيات تشير انه نحن رايحين على محل نصير اذا كنا هلا عم نموت نصير معدمين؟ خليني اقول لا شك سيدتي، يعني إذا منجي نحن منطلع على موجودات مصرف لبنان من ما قبل الأزمة خلال الأزمة واليوم، منلاحظ أنه قبل الأزمة مصرف لبنان كان عنده بحدود 33 بين 30 و33 مليار دولار، وقت اللي وقعت الأزمة صرفنا منهم بحدود 20-22 مليار دولار وأكثر، يمكن 23 وشي. يعني عمليا نحن عم نبحث عن الحل فظعنا أكثر من الأزمة نفسها، فما بالك إذا هيدي السلطة حصلت على تشريع من مجلس النواب بيسمح لها أن تصرف من التوظيفات الإلزامية أو من أموال مصرف لبنان. هي من دون قانون، من دون هذا القانون كانت عم تصرف أوريدي ومش سائلة عن حدا. إذا مع قانون يعني السلطة مستمرة حتى آخر دولار ويمكن حتى آخر أونصة موجودة بخزائن مصرف لبنان، وهون الكارثة. إذا انصرفوا هول الأموال نحن بنكون عم نصرف آخر أمل لدفع العجلة الاقتصادية من خلال القطاع العام يلي هن الذهب والتوظيفات الموجودين اللي هن بحدود 9-10 مليار دولار. هلا حاكم مصرف لبنان بقول أكثر من هيك ما بعرف، يعني بدنا ننتظر لحدا غيره يستلم ويخبرنا، بس بطبيعة الحال هول هن آخر أمل لحتى يرجعوا يدفشوا الاقتصاد من بعد ما نعمل الإصلاحات ويصير في حلول. نحن وقت اللي بنركض على صندوق النقد الدولي نحن مش طامعين ب 3 مليار دولار اللي بده يعطينا اياهم، نحن اوريدي عندنا بحدود ال 20 27 مليار دولار اذا بتحسب الاحتياطات مع الذهب، وهول كافيين انهم يوقفوا لبنان على اجراء نعم مع الاصلاحات تبع صندوق النقد. بس المشكله بنرجع منحور ومندور، بنرجع لانه السلطه لا تريد ان تفعل شيئا. نعم. لا بدهم يعملوا اصلاحات ولا بدهم يخلوا حدا يجي يعمل اصلاحات، بعضهم مفوتين الشعب اللبناني بدوامة الصراعات السياسية والقتال على الحصص والنفوذ السياسي، والبلد عم بيروح على الهاوي والمهوار وما حدا سألان عن شيء. نعم. أنا بأكد لك إذا مستمرين نحن بهذه الطريقة رايحين على أنه الدولة مش رح تقدر تدفع رواتب موظفينا، رايحين على أنه ممكن ما بنقدر نمول القوى العسكرية، ما بنقدر ندفع رواتب للدبلوماسيين بالخارج، رايحين على مكان كتير بشع إذا مستمرين بهذه السياسة. نعم. شراء الوقت بلا أفق. نعم. الصحافي الاقتصادي عماد شدياء، شكرا لك على هذه المداخلة.